السلام عليكم أبنائي وأحبابي الطلبة. محاضرة اليوم هي استكمال للمحاضرات السابقة اللي هي الجدولة بأسلوب خط. اليوم راح ناخذ مثال لتوضيح منهجية عمل خط الموازنة. نفرض أن المشروع المثال اللي شرحناه بالدروس السابقة اللي هو عندنا مشروع لدق ركائز مسبقة الصف عددها 6 ركائز. بهذا اليوم بهذا المثال اليوم راح نفترض انه عدد الفعاليات اللازمه لدق الركيزه هي فعاليه واحده، ورمز هاي الفعاليه هو اي لا، والزمن لازم لانجاز هذه الفعاليه هو 2 ساعة. لكن بهذا المثال راح نفترض انه عندنا فرقتا عمل، يعني فرقتين عمل راح تنجز الفعاليه اي، فراح نشوف شلون يمكن تتصرف هاي فرق العمل الاثنين مع تنفيذ في كيفية تنفيذ الفعالية. نلاحظ أنه في بداية العمل راح تباشر الفريق الأول يباشر بالفعالية أي في تنفيذ الفعالية أي في الوحدة الأولى في الزمن 0، وراح يستمر لمدة 2 ساعة في تنفيذ هذه الفعالية. طبعا الفريق الثاني أيضا راح يباشر بتنفيذ نفس الفعالية أي لكن بالركيزة الثانية، فيبدي بالزمن 0 ويستمر لمدة 2 ساعة وينتهي أعمال. الآن لما أنجز الفريق الأول عمله بالركيزة الأولى والفريق الثاني أنجز عمله بالركيزة الثانية، كلاهما راح يتحول إلى موقع آخر، فراح يتحول الفريق الأول اللي هو الآن باللون الأحمر راح يتحول إلى الركيزة الثالثة ويدخلها بالساعة 2 ويستمر التنفيذ بها لمدة 2 ساعة. الفريق الثاني أيضا راح يدخل بالتنفيذ الفعالي أي لكن هالمرة بموقع الركيزة الرابعة، وبنفس الوقت يبدأ 2 ويستمر لغاية 4. بعد ما أنجزوا أعمالهم راح يتحول الفريق الأول إلى موقع الركيزة الخامسة ويدخلها بالساعة 4 ويستمر بالتنفيذ لمدة 2، وبنفس الوقت اللي هو بالساعة 4 راح يتحول الفريق الثاني إلى موقع الركيزة السادسة لتنفيذ الفعالية أي، وكلاهما راح يستمر بالتنفيذ لغاية 6، والآن راح يغادر الفريق الأول موقع العمل 6، وكذلك راح يغادر الفريق الثاني موقع العمل 6. وعادة بهيك مسائل احنا ما نلتفت إلى هذا موضوع التكسر بالخط، نرسم الفعالية بشكل خط مستقيم بالرغم انه موجود بهالشكل، يعني وكانه احنا نرسمها بدءا من الفعال اعتمادا على الفعالي على الفريق الاول، كانه احنا نرسمها اعتمادا على الفريق الان راح ناخذ مثال شويه تفصيلي. هالمره راح ندخل مو بالاساسيات، راح ندخل في كيفيه الحسابات مع هذه الطريقه. فعندنا المثال الان اللي واضح امامكم، عندنا مشروع مع بناء قريه عصريه تنفذ احدى الشركات، مطلوب منها تنفذ 30 وحدة سكنية حسب الفعاليات في الجدول الآتي، ويكون تسليم 4 وحدات سكنية أسبوعيا، ويكون عمل الكادر المنفذ 6 أيام أسبوعيا، يعني 6 أيام في الأسبوع، وعدد ساعات عمل اليومية هي 8 ساعات عمل باليوم الواحد. طبعا إدارة الشركة تعتقد أنه لابد من وجود وقت احتياطي اللي هو البفر تايم بين الفعاليات المتعاقبة قدره 5 أيام، يعني بين فعالية وفعالية راح يكون عندنا 5 أيام. المطلوب من عندنا بهذا السؤال اللي هو المثال نجاوب على الأسئلة الآتية. أول مرة مطلوب من عندنا نرسم الجدولة الزمنية للمشروع باستعمال خط التوازن أو خط الموازنة. ثانيا نلقي مدة إنجاز المشروع. ثالثا مطلوب من عندنا نعرف ليمتى يتم إنجاز الوحدة السكنية 10، ومطلوب من عندنا كذلك نريد نعرف فرع 20 يوم من تاريخ المباشرة إيش كم وحدة إنشائية تم تنفيذها. طبعا الفعاليات هي مثل ما تلاحظون هي عندنا الفعاليات A و B و C و D. الفعالية A تتبع بالفعالية B، الفعالية D تتبع بالفعاليتين C و D، لكن فعالية C والفعالية D ماكو وراهن أي فعالية. قال لي القدرة المطلوبة للإنجاز الفعالية A هو 290، والقدرة المطلوبة لإنجاز الفعالية B هو 250، والقدرة المطلوبة لإنجاز الفعالية C هو 400،
والقدرة المطلوبة لإنجاز الفعالية دي هو 30. الحد الأدنى للعاملين في فرق العمل الآن، أقل عدد للعاملين في أي فرقة عمل تريد تنفذ الفعالية أي هو عدد عمال 6، وأي فرقة عمل تريد تنفذ الفعالية دي عدد الحد الأدنى من عمال عدده 4، وأي فرقة عمل تريد تنفذ الفعالية سي فالحد الأدنى لفرق العمل هم العاملين في تلك الفرقة هم 3، وفرقة العمل تريد تنفذ الفعالية دي فالحد الأدنى لعدد العمال في فرقة العمل اللي تنفذ الفعالية دي هم 2. طبعا احنا لا ننسى انه القدرة المطلوبة للإنجاز هو بوحدات رجل ساعة، والحد الأدنى للعاملين في فرق العمل هو بوحدات. الآن احنا من معطيات السؤال عرفنا الآتي: أولا لاحظ هذا رسمنا المخطط الشبكي السهمي اللي هو يمثل الفعاليات اللي ينطانيها بالجدول، فلاحظ الفعالية A تجي وراها الفعالية B، والفعالية B تجي وراها الفعاليتين C و D، ولأنه لابد نخلي حدث نهاية وحيد للمشروع فسوينا هاي الفعالية الوهمية اللي اسمها Z. طبعا هذا المخطط الشبكي والجدول اللي ينطانيا قبل شوية هو لتنفيذ وحدة سكنية واحدة، لتنفيذ وحدة سكنية واحدة، لكن هذا المخطط هو متماثل لكل الوحدات السكنية. يعني هذا المخطط الشبكي السهمي للوحدة السكنية الأولى هو نفس المخطط الشبكي السهمي للوحدة السكنية الثانية، ونفس المخطط الشبكي السهمي للوحدة السكنية الثالثة، وهكذا لغاية الوحدة السكنية 30. طبعا أنا من السؤال عرفت أنه عدد الوحدات السكنية هو 30 وحدة، وعرفت أنه معدل إنجاز المشروع هو 4 وحدات أسبوعيا، ومن السؤال أيضا عرفت أنه عدد ساعات العمل اليومية هي 8 ساعة باليوم، وعرفت أنه عدد أيام العمل الأسبوعية اللي هي 6 أيام بالأسبوع، وعرفت أنه الوقت الاحتياطي بين الفعاليات هو 5 يوم. الآن حتى نلقي مخطط الجدول الزمنية اللي طالبة من عندنا بالسؤال حسب طريقة خط التوازن، لابد نلقي المتغيرات اللي سبق وشرحناها اللي هي الآن. طبعا هذه المتغيرات اللي راح أحسبها هي الحقيقة لكل فعالية، لكل فعالية راح نحسب هذه المتغيرات. فراح أنا أبلش أولا بحساب الحسابات الخاصة بالفعالية أي. أول مرة القدرة اللازمة لإنجاز الفعالية هاي عرفها من السؤال 290 رجل ساعة لكل وحدة سكنية. الحد الأدنى لعدد العمال في فريق العمل المكلف بإنجاز الفعالية أي هم 6 رجل. عدد العمال المطلوب لإنجاز الفعالية الحسابي أو النظري هسه ذني انطانياهن بالسؤال اللي هنا M و Q، لكن هذا الكابتل G اللي هو عدد العمال المطلوب لإنجاز الفعالية أي حسابيا أو نظريا هو كابتل G يكون أنا أحسبه. كابتل G احنا مثل ما نعرف القانون يساوي إن M في R على H في D، فمئتين وتسعين في 4 على 8 في 6، وطلع يساوي عندي تقريبا 24.17 مان. طبعا التقريب دائما يكون لمرتبتين عشريتين. فهسه أنا عرفت أنه أحتاج عدد العمال المطلوبين حتى نبدون للفعالية أي في أي وحدة سكنية هو المطلوب 24 عامل بوينت 17، وهذا لا أكرر وأقول هو هذا عدد العمال المطلوب نظريا أو حسابيا. الآن عدد المطلوب لإنجاز عدد العمال المطلوب لإنجاز الفعالية أي فعليا يعني حقيقة إيش قد راح أخليه؟ فإحنا شرحنا بالمحاضرة السابقة قلنا عدد العمال الفعلي هو small g اللي هو دي شرطين حتى أختاره، هو تقريب الكابيتال G لكن يجب أن يكون من مضاعفات الكيو. الآن إحنا 24 هي من مضاعفات الكيو، والثلاثين هي من مضاعفات الكيو، وأنا اختاريت اللي هو 30 سمول جي، اختاريت 30 اللي هم كلاهما تقريب للكابيتال جي. ال 24 ايضا لو استخدمها هي تقريب، وال 30 هي ايضا تقريب، لكن انا اختاريت بهذا الطريق في الحل مالتي 30. اي واحد الان عنده تساؤل يقول ليش مو 24؟ اقول له انت اختار ال 24 وحل وشوف الفرق، راح تلقى الفروقات تاثر على زمن انجاز المشروع وغيرها، بس هو كلاهما صحيح. يعني مستقبلا لما تكون انت مهندس وبالموقع راح انت
حسب المعطيات اللي عندك، مرة تختار 24 مرة تختار 30 اعتمادا على طبيعة. الآن نحسب معدل الإنجاز للفعالية أي اللي هو U، وهذا القانون مالته مثل ما احنا طرحنا للمحاضرات السابقة يساوي لي السمول جي اللي أنا اختاريتها على الكابيتال جي اللي لقيتها حسابيا مضروب في R اللي هو معدل الإنجاز الأسبوعي للمشروع اللي هو رمزه كابيتال R. طلع الناتج عندي يساوي تقريبا 4.96، وأكد على أنه التقريب يكون المرتبتين عشريتين. الوحدات مالت اليو هو فعالية بالأسبوع، في حين كان كابيتال R وحداته هو وحدة سكنية بالأسبوع، لأنه الكابيتال R يختص بالمشروع في حين اليو هو يختص بكل فعالية. ويعني عندي معدل إنجاز الفعالية A، وعندي معدل إنجاز الفعالية B، وعندي معدل إنجاز الفعالية C، وعندي معدل إنجاز الفعالية D. الآن نحسب مدة إنجاز الفعالية A اللي هو قانونها مثل ما تعرفون كتبنا بالمحاضرة السابقة وشرحنا يساوي لي كابيتال M على Q مضروب في H اللي هو القدرة اللازمة للإنجاز على الحد الأدنى لعدد العمال المضروب في عدد ساعات العمل اليومية. وطلع عندي الناتج 6.04 يوم. الآن أحسب بتفاوت المباشرة للفعالية A اللي هو أيضا شرحناه بالمحاضرات السابقة، قانون يساوي لN ناقص 1 فN 30 ناقص 1 29 مضروب في عدد أيام العمل الأسبوعية اللي هي كابيتال D، وبهذا المثال هي 6 مقسوم على U اللي ألقيناها في سابقا اللي هي 4.96. طلع الناتج عندي 35.08 يوم. لما أنجزنا الحسابات للفعالية أي فحسابات بقية الفعاليات أنا فقط أدرجتها لكم بالجدول اللي تلاحظونه أمام حضراتكم، باعتبار إحنا تعلمنا شلون نسوي الحسابات. فقط ملاحظتين، الأولى أنه التقريب يجب أن يكون أثناء الحسابات، التقريب يجب أن يكون إلى أقرب مرتبتين عشريتين. والملاحظة الأخرى أنه عندي قيم تي وأس اللي مستخرجة، هاي راح مرة ثانية أدخلها في حسابات حتى ألقي نقاط الرسم. هاي القيم تي وأس هي تقرب نحو العدد الصحيح الأكبر. فمثلا راح أخذ نموذج عند الفعالية أي قيمة تي مستخرجة بها حسب الحسابات هي 6.04، أنا راح أقربها للسبعة. عندي قيمة الأس للفعالية أي المستخرجة بالحسابات هي 35.08، هذه الحقيقة راح أقربها العدد الصحيح الأقرب الأكبر فراح أقربها 36، وهذا الإجراء أيضا راح نسوي لبقية قيم تي وأس لبقية ورا ما كملنا الحسابات. الآن حتى أرسم أحتاج أعرف لكل فعالية 4 نقاط. هاي النقاط هسه الآن راح ندخل بحساباتها وبعدين راح نعرف هي شنو هاي النقاط. فمن أجل الفعالية أي، طبعا هذا الكل مطلوب لكل الفعاليات، يعني مثلا الفعالية أي مطلوب من عندها أعرف زمن بدء التنفيذ في الوحدة السكنية الأولى وزمن بدء التنفيذ في الوحدة السكنية الأخيرة، وأحتاج أعرف زمن انتهاء التنفيذ للفعالية أي في الوحدة السكنية الأولى وزمن انتهاء تنفيذ الفعالية أي في الوحدة السكنية الأخيرة. وهاي المتطلبات أيضا نفسها للفعالية B وC وD، وش قد ما تكون عندي فعاليات بالمشروع أحتاج أحسب هذه المتطلبات. الآن إحنا راح نبدي نبلش نحسب هاي المتطلبات للفعالية أي. فأبدي أولا زمن بدء التنفيذ، زمن بدء تنفيذ الفعالية أي في الوحدة السكنية الأولى راح يكون هو 0 يوم. ليش؟ لأنه ما توجد فعاليات تسبقها بالتنفيذ، يعني وكأنه أول ما نباشر بتنفيذ المشروع راح نباشر بتنفيذ الفعالية أي في الوحدة السكنية الأولى. الآن زمن بدء التنفيذ في الوحدة زمن بدء تنفيذ الفعالية أي في الوحدة السكنية الأخيرة هو جاي من زمن بدء التنفيذ
مع الفعالية أي في الوحدة السكنية الأولى مضاف إلى التفاوت بالمباشرة اللي إحنا حسبنا، فراح يكون زمن بدء تنفيذ في الوحدة السكنية الأخيرة الفعالية أي هو S زائد 0 ويساوي 36. زمن انتهاء التنفيذ في الوحدة السكنية الأولى فيما يخص الفعالية أي هو يساوي زمن بدء تنفيذ الفعالية أي في الوحدة السكنية الأولى مضافا إلى مدة تنفيذ الفعالية أي اللي هو 7، فراح يكون الناتج 0 زائد T ويساوي 7. الآن زمن انتهاء تنفيذ الفعالية أي في الوحدة السكنية الأخيرة هو جاي من زمن بدء تنفيذ الفعالية أي في الوحدة السكنية الأخيرة زائد T ويساوي 36 زائد 43. الآن زمن بدء تنفيذ الفعالية B في الوحدة السكنية الأولى هو زمن انتهاء تنفيذ الفعالية أي في الوحدة السكنية الأولى زائدا الوقت الاحتياطي أو البفر تايم، وهذا جاي من حقيقة الآتي أنه الفعالية B لا يمكن المباشرة بتنفيذها في الوحدة السكنية الأولى أو في أي وحدة سكنية ما لم تكن الفعالية أي قد تم إنجازها. وعليه هسه الآن هذا المثال من أجل أحسب زمن بدء تنفيذ الفعالية B في الوحدة السكنية الأولى أحتاج أعرف زمن انتهاء تنفيذ الفعالية أي في الوحدة السكنية الأولى. وحسب المثال هذا فزمن انتهاء الفعالية أي في الوحدة السكنية الأولى هو 7، إذن زمن بدء تنفيذ الفعالية B في الوحدة السكنية الأولى يساوي 7 زائد البفر تايم اللي هو 5 ويساوي 12. من عرفنا زمن بدء تنفيذ في الوحدة السكنية الأولى فيما يخص الفعالية B راح نقدر نطلع بقية الحسابات من عدها تباعا، وعليه راح نعرف زمن بدء تنفيذ الفعالية B في الوحدة السكنية الأخيرة جاي من التفاوت زائدا تنفيذها في الوحدة السكنية الأولى، وزمن انتهاء تنفيذ الفعالية B في الوحدة السكنية الأولى هو جاي من زمن تنفيذ الفعالية B في الوحدة السكنية الأولى زائد مدة إنجاز الفعالية B اللي طلع الناتج 20، وزمن انتهاء الفعالية B في الوحدة السكنية الأخيرة يساوي 50 زائدا مدتها ويساوي 58. الفعالية C تعتمد على الفعالية B، وعليه حتى ألقي زمن بدء تنفيذ الفعالية C في الوحدة السكنية الأولى لابد أعرف زمن انتهاء تنفيذ الفعالية B اللي هي تسبقها في الوحدة السكنية الأولى، وهذا حسبنا إحنا وطلع زمن انتهاء تنفيذ الفعالية B في الوحدة السكنية الأولى هو 20، إذن راح نعرف زمن بدء تنفيذ الفعالية C في الوحدة السكنية الأولى ساومنا 20 زائد البفر تايم اللي هو 5 طلع الناتج 25. ورا ما عرفنا زمن بدء تنفيذ الفعالية C في الوحدة السكنية الأولى من عدها راح نعرف بقية الحسابات اللي هي زمن بدء تنفيذ في الوحدة السكنية الأخيرة طلع عندنا 74، وزمن انتهاء تنفيذ الفعالية C في الوحدة السكنية الأولى طلع 27، وزمن انتهاء تنفيذ الفعالية C في الوحدة السكنية الأخيرة وطلع عندنا 76. وبنفس الطريقة راح نحسب الأزمنة فيما يخص الفعالية دي، لكن أكو فد ملاحظة جدا مهمة لابد الانتباه إليها، أنه الفعالية دي تعتمد على الفعالية B حسب ما قال لي بالسؤال، مو تعتمد على الفعالية C وكأنه عملية أبجدية A B C D وهكذا، لا، الفعالية دي الآن تعتمد على الفعالية B ولا تعتمد على الفعالية C حسب ما أعطاني في معطيات السؤال. إذن حسابات الفعالية دي راح تعتمد على الفعالية B، وعليه حتى ألقي زمن بدء تنفيذ الفعالية دي في الوحدة السكنية الأولى لابد أعرف زمن انتهاء تنفيذ الفعالية B في الوحدة السكنية الأولى اللي حسبناها قبل شوية وطلعت 20 يوم. إذن هسه زمن بدء تنفيذ الفعالية دي في الوحدة السكنية الأولى يساوي 20 اللي هو زمن انتهاء تنفيذ الفعالية دي في الوحدة السكنية الأولى زائدا البفر تايم. ورا ما حسبت هذا الزمن اللي هو زمن بدء تنفيذ الفعالية دي في الوحدة السكنية الأولى راح أقدر ألقي بقية الأزمنة للفعالية دي. ورا ما كملنا هاي الحسابات الآن راح نبدي نحاول نمثل بيانيا هذه القيم. فعندنا للفعالية أي 4 نقاط،
ولكل نقطة إحداث X يمثل الزمن وإحداث Y يمثل رقم الوحدة السكنية. فمثلا عندنا النقطة الأولى الإحداث X مالتها هو زمن بدء تنفيذ الفعالي، زمن بدء التنفيذ في الوحدة السكنية الأولى اللي هو صفر، والإحداث Y مال هاي النقطة هو الوحدة السكنية الأولى أي واحد. طبعا أنا مثلتها قدامكم إذا تلاحظوها باللون الأزرق موجودة النقطة اللي هي محاطة بدائرة زرقاء إحداثيها X هو صفر وإحداثيها Y هو واحد. الآن النقطة الثانية للفعالية A هو النقطة الثانية إحداثيها X هو زمن بدء التنفيذ، زمن انتهاء التنفيذ في الوحدة السكنية الأولى اللي هو سبعة، وإحداث Y لهذه النقطة هو الوحدة السكنية الأولى اللي هو واحد. وأنا مثلتها قدامكم على الإحداثيات المستوية أو الإحداثيات الديكارتية، رسمتها هاي اللي محاطة باللون الأصفر اللي إحداثيها X هو سبعة وإحداثيها Y اللي هو واحد. النقطة الثالثة للفعالية أي إحداث X إلها هو زمن انتهاء التنفيذ في الوحدة السكنية الأخيرة اللي هو 43، والإحداث Y لهذه النقطة هو الوحدة السكنية الأخيرة أي 30. وأنا مثلتها قدامكم على الإحداثيات اللي الآن مبينة باللون الأسود، دائرة محاطة على النقطة دائرة سوداء اللي هو إحداثيها X هو 43 والإحداثي Y مالتها هو 30. والنقطة الرابعة للفعالية أي الإحداثي X مال النقطة الرابعة هو زمن بدء التنفيذ في الوحدة السكنية الأخيرة اللي هو 36، والإحداثي Y لهذه النقطة هو الوحدة السكنية الأخيرة اللي هو 30. وأنا مثلتها قدامكم على المستوى الديكارتي وخليتها محاطة باللون الأخضر، فصار عندنا أربع نقاط للفعالية أي كلها ممثلة على المستوي، والآن واصلتها بخط، فصار عندي هذا يمثل سلوك أو يمثل تنفيذ الفعالية أي في المشروع. الفعالية دي أيضا لديها أربع نقاط. الإحداث X للنقطة الأولى هو زمن بدء تنفيذ الفعالية دي في الوحدة السكنية الأولى اللي هو مثل ما حسبنا 12، والإحداث Y لهذه النقطة هو الوحدة السكنية الأولى اللي هو 1. وطبعا أنا هسه مثلت قدامكم على نقطة على المستوى اللي هو إحداثيها X 12 والY 1. النقطة الثانية هو الإحداث X للنقطة الثانية هو زمن انتهاء التنفيذ في الوحدة السكنية الأولى اللي هو 20، والإحداث Y لهذه النقطة هو الوحدة السكنية الأولى اللي هو 1، فصار عندنا نقطة 20 بواحد مثلتها قدامكم. النقطة الثالثة هي 58 بـ30، والنقطة الرابعة هي 50 بـ30 مثلتهم قدامكم، فصار عندنا أربع نقاط للفعالية B، وصلت بيناتهم بخط اللي هو هذا اللون الأزرق فيمثل الفعالية B في المشروع. وكذلك عندنا الفعالية C لها أربع نقاط، هي 25 بواحد، 27 بواحد، 76 بـ30 و74 بـ30، ومثلتها قدامكم على المستوي، فطلع عندي أربع نقاط واصلت بيناتهم بهذا اللون الأخضر، فصار عندي هذا يمثل الفعالية C في المشروع. كذلك الفعالية D لها أربع نقاط، هي 25 بواحد، 27 بواحد، 82 بـ30 و80 بـ30، لكن من الملاحظ أن الفعاليتين D و C كلاهما لهم نفس البداية لكن هما مختلفين بالنهايات، ليش؟ لأن كلاهما يعتمد على الفعالية B. الآن إحنا باكتمال هذه الرسوم، رسوم الفعاليات الأربعة، نكون حققنا المطلب الأول. احنا بهذه الرسوم الرسوم بعد ما كملنا رسم الفعاليات الأربعة نكون حققنا المطلب الأول اللي هو الجدولة الزمنية للمشروع باستخدام خط الموازن. المطلب الثاني هو إيجاد مدة إنجاز المشروع. طبعا احنا عندنا آخر فعالية بالمشروع هي الفعالية دي، فنمشي ناخذ في خط الإنجاز مالتها أعلى قيمة اللي هو اللاحظ القيمة 82. هذه 82 تمثل إحداث X اللي هو شي مثل الزمن، يعني الآن إحنا أعلى قيمة زمنية بالمشروع هي 82
يوم، إذن مدة إنجاز المشروع هي 82 يوم. أما فيما يخص بقية المطالب بالمثال فراح نأجلهن إلى محاضرة قادمة. أشكر استماعكم واهتمامكم بالموضوع، واللي أتمنى تستمعون للمحاضرة جيدا، وفي حال وجود مشاكل بسيطة أتمنى الرجوع إلى محاضرة PDF أو محاضرة PowerPoint اللي موجودة عندكم على كلاس. وفي حالة وجود أسئلة أو استفسارات أو مقترحات فأنا أكون مسرور لسماحة من عندكم، وإن شاء الله أحاول الأسئلة أجاوب عنها مباشرة، والاستفسارات كذلك والاقتراحات أحاول أن أخذ بها في المحاضرات القادمة إن شاء الله. تمنياتي لكم بالسلامة وحسن التوفيق.